Depuis l'annonce de mon aventure, plusieurs personnes m'ont demandé quel est le lien entre mon voyage et l'éducation. Pour illustrer ce que j'ambitionne de faire pendant mon tour d'Amérique entre Ushuaia et Montréal, j'ai commencé par prendre un exemple dans mon pays d'origine, le Maroc. Je me rappelle que depuis tout petit, quand je voyageais avec mes parents, nous rencontrions des dizaines d'enfants avec leurs cartables en train de marcher sur le bord de la route sur de longs kilomètres afin d'atteindre leur école. Puis, il n'y a pas si longtemps, j'ai regardé les films School in the World de Carol Black et Sur le chemin de l'école de Pascal Pilisson qui m'ont profondément marqué et qui sont aussi derrière mon intérêt pour le sujet. L'idée de l'onglet éducation sur mon blog est donc d'aller à la rencontre d'associations qui œuvrent pour l'accès à l'éducation dans les régions reculées, d'écrire leur parcours, raconter les histoires des personnes derrière ces initiatives et puis partager les cas d'école, c'est le cas de le dire, avec tous ceux que le sujet intéresse. Vous pourrez bien entendu trouver plus d'informations sur mon blog www.globatlax.com. La première histoire que j'ai voulu raconter est donc celle d'une école maternelle construite dans le village d'Agouti dans les montagnes du Haut Atlas par une association locale et aménagée par l'association Teach for Morocco. L'idée d'une structure préscolaire leur est venue pour anticiper l'échec scolaire de certains élèves qui n'auraient pas suffisamment de base pour suivre les cours pendant les premières années de l'école primaire et qui continuent de passer d'une classe à l'autre en cumulant des lacunes basiques de lecture, d'écriture et de calcul qui les pousseraient à lâcher les études dès leur entrée au collège. À présent, je vous laisse avec une interview réalisée avec M. Ibrahim Mansouri, président de l'association locale pour le développement du village d'Agouti. سميتي إبراهيم المنصوري رئيس جمعية غرام المعروض بالصناعة التقليدية والسياحة الجبلية في أغوتي وكيف عجبوا المصنع ماذا احنا بدينا فكرة زي الجمعية كيفاش بديناها لأن في الأول بغينا باش ننميو نديرو جمعية تنمية المنطقة لأن خصوصا النساء والمزايد ما كيخرجوش من ديورهم قلنا الورشات للبنات ولا شي يبينوا الصناعة ديالهم ويبيعوها وخروا يديروا كونتاكت مع لي كليون باش يتعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الناس ويخرجوا من الدار كاع ويبينوا الصناعة ديالهم كنا في الأول كنطلبوا الناس فريم الجهات فريم باش يمولونا ولكن مع الأسف ما كيمولوناش ولينا كنجمعوا الفلوس غير بيناتنا الدراري كاملين كنجمعوا فلوس وكنديروا المشروع وهذا المشروع ديال هاد المدرسة لأن المشكل اللي عندنا المدرسة ولكن ما كاينش النادي باش يقراو الدراري الصغار قبل يوصلوا للمدرسة وهاد الفكرة كاينة شحال هادي وهاد العام بديناها كجمعنا الدراري كاملين وكل الأرض ديال الجمعة خديناه من عند القبيلة قلنا لي راه بغينا نبنيو اش غنبنيو قالو سيرو صافي بدينا قبل رمضان بدينا المشروع درنا الهندسة كيفاش غدار كلشي غيدار وبنينا حنا كجمعو الناس كيجيو كيخدمو كلشي كيخدم ودرنا ليه البني ديال المنطقة ما بغيناش نديرو شي حاجة طبيعي حتى بدينا وكانت واحد السيدة كنعرفها أنا خدام معاها في الخدمة ديالي صاحبت معاها هضرت ليها واحد المرة جات لعندي للخدمة قلت ليها راه عندنا واحد النادي خصنا شي جمعية تمولنا في الماتيريال والمصايب قالت ليها مرحبا راه كان واحد الجمعية نشوفوها وجات لنا معاها عاد من تما كنا الكونتاكت معاها جا داروا الصباغه وجابوا لنا ماتريال وداروا لنا لي تواليت المعلم ديالنا لان المشكل هي ديال المربيه هي المشكل كيفاش درنا ما بغيناش نخلصوا من الدراري دابا كان 30 دري اللي كيقراو هنا ما بغيناش لان الا كتبتي للناس جيبوا لنا خلصوا نقدر ما يصيفطوش الدراري كاين اللي ما غاديش يصيفطوهم كاين اللي اش درنا واحد الاجتماع وقررنا اربعة الناس يتكلفوا بهذا النادي كان مثلا بحال درنا كان المدير وواحد امين المال غير ديال النادي هادشي وجوج اخرين كمساعدين كيفاش اش درنا اختارينا جمعنا درنا الاجتماع واختارينا وجبنا 30 واحد ديال الدراري اللي ما عندهمش الدراري واللي عنده الدراري قررنا لان درنا واحد الصالير لهاد البنت شحال درنا ليه درنا ليه 1500 درهم للشهر ودرنا لك كتقري 10 شهور درنا لي 15000 درهم كيفاش نجمع 15000 درهم جمعنا 30 دري قلنا لي كل واحد فيكم يعطي 500 درهم باش نخلصوا البنت هادشي اللي درنا لان هذا الصالير اللي هو المشكل الوحيد لان ما يمكنش الطبيعه الوطنيه تخلص لك
شي جهة أخرى تخلص لي كدير حنا ما قلنا ليش القرار راه كانت سميتو الجمعية ديالها ما جاي معها واحد المكونة أخرى هي اللي دوزات ليه التكوين والمسائل وعطات ليه التقرير كل شيء المسائل وهي حنا قلنا ليه تربي الدراري وحتى هي راه دارت مجهود ديالها الحمد لله راه هادشي اللي بدات راه مزيان مخير كاع دابا شحال شهرين باش بدا شهرين راه تعلموا مزيان راه عندي بنيه راه ولات كتعلم احسن من هذوك اللي داخلين التعزيري كنفكروا دابا باش نزيد واحد المربيه لان المشكل اللي عندنا كاينين عندنا الدراري ديال 3 سنين 4 سنين وكاينين 4 سنين 5 سنين فهمتي باش نعزلوا دوك 4 سنين 5 سنين دوك 3 سنين 4 سنين هادشي اللي كنفكروا فيه حتى هي نزيدوا له واحد المربيه اخرى والمربيه تكون حتى هي من البلاد ولا كتكون من البلاد لان الا احسن من البلاد لان هي اللي غتبقى لك الا جبتي شي واحد اخرى راه ممكن اما دير ليه التكوين ودير ليه كيفاش تربى غدا وتمشي ليه يعني بحال الا ما درتي والو وكيستافدوا من نقل شو واحد النقل هذا ديال الكوليج كان واحد المدرسه خاصه تما كانت دارت ذاك النقل مدرسه بريفي كان فوق فوق الورقه دارت بوك مزيان دارت بوك مزيان دارت واحد مصريه اللي المانيا مزوجه مع كانت دخلات بالبشكي حتى تعطى الناس البشكي لانه المشكل ديالنا في المدرسي كان الخيريه دابا ودار الطالبه ودار الطالب وكانت الداخليه ديال الليسي هي اللي خدامين دابا ولكن ما مكفاوش حنا كنقلبوا نيت دابا باش تكون حتى الجامعه ولات كتقلب دابا باش يكون نقل مدرسي لان المشكل في هذه المنطقه الجامعه ديالنا هي ما كتستافدش من ذاك البرنامج ديال تيسير ما داخلينش فيه وما عمرها درت لنا شي نقل ولا شي حاجه هادشي ممكن الا كانت التكنولوجيا كان الانترنت مزيان ومسائل ممكن الاستاذ تبقى ندير لهم شي حاجه تقريبا تاع الانترنت النموذج ديالي انا خصوصا الهدف ديالي انا ان نشط شي قريات في شمال اخرى بغيت يكون هذا نموذج في المغرب ماشي حيت بوكم بس ايو This is the remix Omi Nicky Jam And he said, "Cap, be my little papi." Ella quiere que yo la toque, que la lleve en un esquina y la provoque. Yeah, yeah. Ella se suelta en vela, tiene ganas de bailar. No le importa que la miren, está loca conmigo. Me dice, Do you need me? I'm pretty, do I make you feel like cheated? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader.